السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة هنتكلم عن موضوع بسيط بسيط جدا جدا وفيديو صغير خالص، وهو بيحكي عن حاجة اسمها السلاج فوليوم أو السلاج كالكوليشن. يعني إيه يا جماعة السلاج، وإيه بتتكون من إيه، وإيه فايدتها، وإيه كده؟ طيب قبل ما نخش في السلاج كالكوليشن لازم تفهم حاجة مهمة أوي. أنا دلوقتي وأنا طالع بقول أوت أوف فول، مش السترينج ده بيبقى فيه دقاق وفيه نوزلز، تمام؟ طيب الدقاق والنوزلز دولت مهما كانوا فتحاتهم هتقدر تهندل الفوليوم الكبير اللي موجود في السترينج؟ طبعا الاجابه لا. طيب اما اجي اطلع بول اوت اوف هول واجي اكسر المواسير بتاعتي هلاقي كل شويه ايه، في طفله بتنزل معايا. ليه؟ لان السترينج مليان، فبالتالي هتلاقي الناس بتتغرق، وبالتالي هضطر اعمل مد بوكس كل شويه عشان اكاتش المد، وبالتالي كل شويه هقعد ادخل نفسي في مشاكل، وممكن الطفله تتفقد مني، وممكن حد يتعور، ممكن المكان يزحلق، يعني مشاكل، صح كده؟ وفي نفس الوقت التربه بطيئه، عايز اكسب وقت. نمبر دوت اوف تايم. طيب فبالتالي دلوقتي بنخش بقى نعمل حاجه اسمها السلاك كالكوليشن. ايه بقى عباره عن السلاك كالكوليشن ده يا جماعه؟ طفله بوزن عالي، اقل حاجه خالص 2 بي بي جي، واخد بالك انت؟ بضخها قبل ما اطلع بول، يعني وقت ما اجي اطلع بول اوت اوف فول وانا عند الشو. ليه بقول وانا عند الشو؟ انا ممكن اضخها وانا عند البوتوم. لا، الحقيقه وانت عند البوتوم وانت طالع في اوبن هول ممكن تطلع تلاقي نفسك استقيت، او معاك تايت سبوت، او معاك اي حاجه. فاول قرار بتاخده ايه؟ بتعمل على طول بامب اوت للهول، يعني بتضخ طفله في الهول عشان يوسع ايه وتطلع معاك لحد فوق. طيب فلنفترض جدلا ان حضرتك مثلا ضختها وانت عند البوتوم وحصل لك المشكله دي، هتعمل ايه؟ وانت طالع هتضطر تلاقي نفسك سركلت الايه؟ ال سركلت الطفله الثقيله ديت، وبالتالي حضرتك اما تيجي تطلع هتلاقي نفسك هتضطر انك تحضر واحده ثانيه وغيره. فاحنا دايما بنحطها فين؟ واحنا عند الشو. احنا عند الشو خلاص، انت كده تمام، بقيت عند الكيسنج، مفيش حاجه هتتعرض لك، مفيش حاجه هتقرب لك، فبالتالي بتضخها وانت عند الكيسنج شو اللي فاتت، ويطلع بعد كده بمنتهى السرعه زي ما انت عايز، بتبقى المواسير بتاعتك ايه؟ دراي دريل بايب. طيب ايه الفكره فيها بقى؟ الطفله الثقيله ديت بتعمل حاجه اسمها يوتيوب، خلاص، او يبقى بيفور بول اوت اوف هول سلاج اللي هي هاي ماد ويت 2 بي بي جي از ديسبليس تو ذا دريل سترينج، وبنقول ذيس ميكس اباوت ذيس ويل ميك اباوت 3 ستاند امتي، خلي فيه 3 ستاند ايه فاضيين. هم تقريبا بيبقى حوالي 25 برميل، لو انت شغال ب بيقوم حوالي بالظبط من 2 ل 3 بي بي جي مور ذان ذا ماد ويت، وبيبقى حوالي 20 برميل لو انت شغال ب 5 انش دريل بايب، او 15 برميل لو انت شغال ب 3 ونص، او ما يعادل 300 قدم انت بتدخله، انت بتضخ ما يعادل 300 قدم، يعني 3 ستاند ولا حاجه، ماشي كده، عشان تكيب ايه بول اوت اوف فول. طيب ايه الفكره بقى بتاعتها؟ زي ما انت شايف اهو، ادي السترنج بتاعنا اهو عادي خالص، الطفله بتاعتنا اهي، واحنا بنضخ هنا ايه الطفله الثقيله، فهي بتيجي بتنزل عشان تريح طبقا لمبدا اليوتيوب. ايه بقى اليوتيوب؟ يقول لك ان البريشر اللي موجود اهو هو نفسه البريشر اللي موجود هنا، اللي هي ظاهره الايه؟ الاواني المستطرقه، اللي هي يعني نفس عند نفس النقطه، فنفس البريشر موجود في الاثنين. فبالتالي حضرتك عند البوتوم هول اهو، البريشر اللي فوق الكولم ده هو كله بيساوي الكولم اللي ده هو موجود هنا هو كله، صح كده؟ ازاي؟ دي هاي ماد اهي بلس الماد العاديه، خلاص، بتساوي الماد العاديه لحد هنا، يبقى احنا زي ما احنا، بلس ايه بقى؟ ماد عاديه زائد ماد ثانيه تعادل لك الفرق فين؟ في السلاج. وبالتالي بتلاقي حضرتك ده اول ما تحصل تلاقي حضرتك في تريب تانك بيحصل له ان هو بيزيد، او بتلاقي البيت فوليوم بتاعك بيزيد نتيجه ان السلاجه دي بتعمل ازاحه لل بتعمل ازاحه للايه؟ لل للمض اللي موجوده هنا، وبالتالي بيحصل ليفل دروب بالمنظر ده. دي بنسميها اليوتيوب برنسبل اهو، نفس الكلام اهو، دي هتنزل شويه وفي المقابل ده هتطلع تطلع الطفله، وبالتالي دي هتلاقيها فاضيه وده وزن عالي، واللون الازرق ده كله اللي هو ايه؟ المض بتاعي، خلاص. يبقى هنا الايفكت اوف ذا بايب سلاجنج، او السؤال دايما اللي بيجي في الامتحان يقول لك انا بعد ما بضخ البتاع ده وبفصل التريب تانك وبفصل التوب درايف، ايه اللي بيحصل في التريب تانك؟ يبقى ايه اللي هيحصل؟ ايه هيجي لك راجع، خلاص. طيب هيجي لك ايه يحصل في التريب تانك؟ ايه اهو، هيجي لك راجع، ماشي كده يا شباب.
طيب بيقول لك برضو ايه اللي هيحصل في الليفل اللي موجود في الدريل سترينج، هتقول الليفل هيحصل فيه دروب. يجي يقول لك طب بالنسبه للويت اللي هيبقى موجود، اللي بالنسبه للبوتوم هول بريشر هتبقى زي ما هو كونستانت. يقول لك طب امتى يبدا يزيد، هتقول لما يبدا السلاجه دي تنزل وتطلع من النوزلز او ستارت تو بي ديسبليسد ان ذا انيلوس. كل ده نفس المعنى. خلاص كده يا شباب واضح الكلام ده؟ طب انت بتعمل بول ايه؟ بول دراي، ماشي كده. طيب على ذكر ان احنا ضخينا الطفله الثقيله، طب تخيل بقى لا قدر الله ان حصل حاجه، مثلا الراجل بتاع الديريك ولا حاجه، بدل ما يديك بالبامب، بدل ما يسحب من تانك طفله ثقيله سحب طفله خفيفه. فيقول لك ايه بقى؟ ركز معايا، ان البوتوم هول بيظل ثابت طالما ان في كولم فوقيه. يعني معنى ايه؟ مش ده مض، ده مض خلاص من نفس النوعيه، يعني مض واحد اللي هو اللي احنا بنحفر بيه. فبالتالي عامل كولم على البوتوم هول بتاعنا، وبالتالي البوتوم هول بريشر ايه؟ ثابت. طيب طب بالنسبه لنا هنا الناحيه دي، هنا مثلا طفله خفيفه وهنا طفله تقيله، وهنا جاي يقول لك مش مشكله لان ده ثابت. امتى يبدا يحصل الاختلاف؟ اول ما الطفله الخفيفه دي تبدا تطلع من البيت نوزلز من اهو وتجي لك في الانيولوس، بقى يبدا هنا يبقى في عندك الناحيتين فيهم طفله، فيهم طفله ايه؟ مش متجانسه. هنا طفله خفيفه زائد الطفله الاصليه، وهنا طفله خفيفه اصليه زائد طلع لها الطفله الخفيفه من تحت، فيبدا يقل البوتوم هول بريشر. يبقى البوتوم هول بريشر بتاعنا اهو بيظل ثابت طالما ان اهو زي ما هو كده اهو ثابت، زي ما انت شايف العداد اهو ثابت، طالما ان لسه اللايت مود او حتى الهيفي مود جوه السترينج. يبدا يقل امتى؟ لما الهاي، لما اللايت مود تطلع من النوزل وتبدا تبقى موجوده في الانوس. وكذلك ما ينطبق على اللايت مود ينطبق على الهاي مود. بشكركم جدا يا جماعه، كان درس سهل ولذيذ وبسيط، وتحياتي لكم، واتمنى يا رب اكون قدرت ان اوصله بسهوله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.